الدم سقى نخلة الصبر رم ريح الهم شراع الهبا ينبم. حقيقة اليوم زارنا في مقر فرقة العباس القتالية مجموعة من أطفال رياض العميد التعليمية، وحقيقة هو سبب جيتهم اليوم أنه هو تهنئة بيوم النصر العظيم، النصر على الدواعش التكفيريين. حقيقة هو هذا اليوم احنا نستذكر به دماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا من أجل دوام الحياة وإعطاء الحياة لهؤلاء الأطفال ولكل شرائح المجتمع. حقيقة احنا في هذا اليوم ايضا نستذكر البطولات الكبيرة والتضحيات من اجل هذا الوطن العظيم، وهؤلاء الاطفال يجب ان يعلموا جزء من هذه البطولات لكي تبقى في ذاكرتهم ويتربوا على حب الوطن. طبعا احنا نشكر هذه الجهود المبذوله من قبل مجموعه العميد التعليميه اللي هي حقيقه سباقه في كل عام ترسل هذه المجاميع وتذكرنا بهذا اليوم وبالنصر العظيم، واحنا كذلك نشد على ايديهم في تعليم هؤلاء الاطفال حب الوطن وكذلك حب المرجعيه وتعليمات اللي اساسا انطلقت هذه الفتوى من المرجعيه، واحنا نشد على ايديهم بهذه التعليمات. عدنا وعاد الانطلاق كما كان، عدنا وعاد الانطلاق كما كان، نحمل بالراحات روحا وريحانا، أذان فينا البربغي إلى العليا، شعب أراد العز في العمر ما هانا. مر عام أم مضى ألف عام أم